في الأدوات المدرسية المحلية المنتجة محليا وكذلك المستوردة، زيادة على مديرية التجارة خلال هذا العمل التحسيسي الرقابي اللي نأكدوا فيه على المتعاملين الاقتصاديين في مجال الأدوات المدرسية مطابقة هذه المواد للشروط القانونية، ولأنها باش ما تكونش تشكل خطر على صحة أبنائنا، وكذلك تحضيرا كذلك لهذا الدخول المدرسي. مديرية التجارة تعتزم القيام بمعرض على مستوى المطعم الجامعي طالب عبد الرحمن، وراح تكون الأسعار منخفضة بالنسبه للسنه الماضيه، بحيث ربما يعني الحقيبه تاع تدخل تاع سنه اولى ولا ثانيه ولا ثالثه ابتدائي ولا متوسط راح تكون تقلب حوالي 10-15% من القيمه تاعها بالنسبه للسنه الماضيه. ادوات المدرسيه للدخول المدرسي لكي يكون الدخول المدرسي سلس، منها كراسات متوفره باثمان معقوله، وخاصه هذا العام قدرنا نوفروا المنتوج المحلي. مواد مراقبه ماهيش سامه، ما يسمى المواد كما مثلا العجين، الاقلام الملونه اللي تستعمل هذيك. باختصار نجمو نقولوا في المحفظه تكون السلعه هابطه، المحفظه هابطه، نقولوا مثلا تاع العام اللي فات السنه الاولى سنه تكون 20% هابطه.